طلعنا هيك يا شيخ وما لقينا لك غير النار شاعله. وين شاعله؟ بالبيدر الشمالي. وش قلت؟ البيدر الشمالي احترق؟ اي، وما ظل فيه شيء، كل شيء فيه احترق، الاخضر واليابس. لكن لولا لطف الله كانت احترقت كل خيام العشيره. لكن ربك حميد، ربك حميد، انها الريح جانت شماليه والمصيبه راحت على الصوب الثاني على الحلال. اويلي بلا، لا حول ولا قوه الا بالله. ضاع الرزق، ضاع الرزق وطار الحلال. اويلي. تفضلوا لبرا، تفضلوا لبرا. هدي حالك يا شيخ، ما في شي محرز، صحتك بالدنيا. الله يعافيك يا حبيبي، الله يعافيك. شو هذا؟ ما حكينا ارجع ولا ارجع، نحن عشيرة بني شويلان. ارجع. الله يعافيك، الله يعافيك، الله يعافيك. ايش فيك يا حبيبي؟ دور مين هالعز؟ دورنا يا عمي. يلا. ما ابو ملح؟ ملح بو يا حبيبي. وما نسمع لك الا صوت وضحه تصرخ وتولول، هوالي وين راح النشامه؟ وضحه بنت ابني؟ اي بالله يا عم الشيخ، وضحه بنت ابنك. والويش كانت قاعده تصرخ؟ جايك بالحكي يا عم الشيخ، جايك بالحكي. يلا احكي بالحجر، قلبي راح يوقف. ركضنا لعند وضحة لا نشوف شو اللي صابها. اي وش صابها؟ ما نلاقي لك غير حنش، حنش اسود كبير. حنش؟ وين كان الحنش؟ وين؟ بين رجليها، قرصها، قرصها برجلها ملعون الوالدين، والحين البنت مشلولة بفراشها. يا ويل يا ويل ولا بنت ابني قرصها الحنش. يا ويلي ويلاه، يا ويلي يا سواد ليلي. شوف الحبة، ارتاح، صحتك بالدنيا يا شيخ. يا ربي تجيب العواقب سليمة يا رب، وتشفي لنا الشيخ زعلان الفرحان راعي عشيرة بني شبيلان. الله يسلم عليك. والله شفتك تقطع القلب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا الله. يلا دور مين هالحس؟ دورنا يا شيخ. أدخلوا بس أنا أعطلون على الشيء. أي يا شيخ. يا رب تشفيه، يا رب تشفيه وتعافيه، يا رب أنت الحكيم المرتجى يا رب العالمين. يا رب. وصحت أمها بنص الليل وقالت مزنة ما هي بالشق. مزنة ما هي بالشق؟ عجب وين كانت؟ يشهد علي ربي يا عم الشيخ، قعدنا ندور عليها طوال الليل هين وهين وما قلنا نلاقي لها اثر. عجل عجل وين راحت؟ عرفنا بعدين انها راحت خطيفه مع شاب جربان من عشيره ابو خشوم. مزنا راحت ايش؟ بقية بحياتكم. عسى خير، عسى خير. دور مين هالحس؟ ابو داعي يا شيخ، الشيخ زعلان طال عمره توفى. ويش الحبيب؟ ويش المولد؟ شيخنا معك؟ جت ساعة الغفلة يا النشامة، هذه ساعة الغفلة يا العشاوين. رحمة الله عليه العدو يا الربا، رحمة الله عليك يا شيخ، رحمة الله عليك.